رجعنا لكم مازلنا مواصلين معاكم في لوديسيت فان حتى للثمانية كما تعودتوا معنا في نصيف ساعة لورانية نحكيو سبور نحكيو على واحدة من الرياضات نحاولوا انه ندخلوا للعالم بتاع الرياضات هذه سواء كانت فردية او جماعية. اليوم مش نحكيو على كرة الطاولة المعروفة بالبيك بونج ويحضر بحثنا المدرب الوطني في كرة الطاولة سيكدارة حمية. مرحبا سيكدارة. مرحبا بكم. شكركم على الاستضافة. يعيشك بارك الله فيك. ما جيتش وحدك جيتوا معك آلاء السعيدي. مرحبا آلاء. مرحبا. صافا؟ الحمد لله. وبلقيس السويسي. مرحبا بلقيس. مرحبا. صافا؟ دونك باش نحكيو على بطلات في كره الطاوله تبارك الله معناتها في عمر صغير. حاولوا معك انت سيكدار انه نحكيو اكثر على الوضعيه نتاع كره الطاوله البيك بونج في تونس ونحكيو زاده على انه اليوم على البطله آلاء السعيدي وبلقيس زاده السويسي اللي كنا نحكيو في الاوف كيفاش انهم عندهم ميداليات وفي المراتب الاولى في تونس او على النطاق الدولي. لكن قبل هذا الكل خلينا نحكيو شويه على كره الطاوله. هل انه اليوم فما شباب يقبل واطفال وصغيرات على الرياضه هذه والا؟ والله صحيح معناتها اليوم تنس دو تابل في تونس معناتها اللي المعروف كانت قبل معناتها فما ديبول معروفين معناتها كي تقول تنس دو تابل تقول قبل سمنت بنزرت بنزرت بصفه عامه معناتها سمنت بنزرت المضرب الذهبي بنزرت تقول منزل تميم كانت تونس الجويه معناتها هذوما جمعيه اليوم اليوم تفرع معناتها التنس دو تابل وهذايا معناتها من الاهداف اللي رصدتها الجامعه انه تنشر اللعبه هذه معناتها في معناتها كامل تراب الجمهوريه. اليوم عندنا فرق معناتها في الجنوب في الوسط في براتيكمون في الولايات الكل من الولايات اللي هما معناتها اليوم يكونوا معناتها مش جدد على التنس دو تابل هم ولاد التنس دو تابل لكن اليوم معناتها نجموا نحكيو على آلاء السعيدي سيدي بوزيد معناتها منطقه من الوسط وتنجم تحكي على بلقيس السويسي معناتها من العروسه معناتها اللي هما معناتها زوز بلايص الحقيقه ما اليوم قاعدين يخرجونا في ابطال فهمت وتحيه للنوادي هذه الحقيقه تحيه لهم معناتها النوادي اللي قاعده تخدم معناتها اليوم معناتها خرجنا في اجيال التنس دو تابل قبل اني قلت لك تقول تنس دو تابل يقول لك منزه ميم تقول بنزرت يقول معناتها تحصر في بلايص معينه معناتها كان غرامهم اكثر اليوم معناتها ولينا نشوفوا في ابطال من مناطق اخرى وهذه حاجه معناتها اللي نحن فرحانين بها خبيها معناتها حاجة باهية برشا. كان نحكي شوية على آلاء السعيدي معناتها المدرب الوطني قدار حمام كان قدموا آلاء وبلقيس للناس اللي يسمعوا فينا. آلاء السعيدي اليوم بطلة من سيدي بوزيد. آلاء السعيدي معناتها متحصل على دو تورنوا مناول بدات في لي سيركوي مونديو هذوما لي دو تورنوا معناتها تاع الكلاسمون مونديال ممكن في نفس الكونسيبت نتاع التنس نحن كيما نقول لك انا تورنوا مثلا الدبليو تي تي هذا كونتوندر وفما ستار كونتوندر كيما نقولوا فئة 500 نقطة و 700 نقطة معناتها هذوما لي تورنوا يحسنوا لهم في المستوى نتاعهم الفني ويحسنوا لهم معناتها في الترتيب العالمي وفي عمر 12 سنة اليوم آلاء معناتها سنة معناتها طلعت الفئة أقل من 13 سنة في الفئة اللي كانت فيها أقل من 11 سنة وصلت معناتها الرابعة في العالم وهزت معناتها التورنوا بدات به من تونس تحولنا للمجر هزت التورنوا وفي لبنان معناتها عملت ميدالية فضية للمستوى اللي وصلته اليوم معناتها الحقيقة ما طفلة معناتها موهوبة فرحانين بها كيف معناتها البطلة بلقيس السويسي معناتها اليوم بلقيس لي شامبيون دافريك اون دوبل هي وصاحبتها سلمى بحجر ونحن جايين كنا نلعبوا في الدومي فينال معناتها بو خسرنا كونتر كوريا 3-1 فهمت المرة الجاية نربحوهم الحقيقة معناتها عندنا نوايو به كلك سوا في الأولاد في البنات عندنا وسيم السيد زاد معناتها لعب الفينال في تورنوا معناتها نتاع ستار كونتوندر الفئه نتاع لي تورنوا باش يبدا المستمعين فاهمين والناس الكل تفهم معناتها ستار كونتوندر معناتها فئه يشاركوا فيها معناتها 32 دولارين اللي في العالم معناتها باش نفهموا معناتها فئه معناتها فئه معناتها تورنوا تريسيبلي معناتها اللي ما يردمون
حاجه تفرح معناتها، نشوفوا معناتها اليوم مستقبل كبير للآلاء ومستقبل زاد كبير برشا لبلقيس. خلينا نحكيو شويه مع آلاء وبلقيس. آلاء خلينا نحكيو شويه على الكره الطاوله، كيفاش بدا الغرام آلاء؟ والله الحقيقه بابا من كان صغير كان يلعب واخواته، بعد دخل اخواتي الكبار، بعد التحقت بهم انا واخواتي الصغار. معناتها لهنا في العائله معناتها موجود معناتها ونديري بالوراثه معناتها جينيرالمون معناتها جيل ورا جيل الاولاد الكل معناتها اللي موجودين براتيكمون معناتها شو يكونوا معناتها يا اولياء كانوا يلعبوا يا كيما نقولوا كيما كنا نحكيو معناتها قبيليكا معناتها يا صاحبتها لعبت هزتها معاها العائله، واحد من العائله ولا واحد من ومن غادي يبدا الغرام ديجا، ومن بعد يبدا الغرام معناتها لين يوصلونا معناتها للميداليات. بلقيس آلية مثلا نقص عليك سامحني، آلية مثلا ما شاء الله معناتها عندها خمسه خواتها يلعبوا تنس وطاب، بارك الله معناتها في العائله معناتها هيك حتى كي يقلقوا في العطله معناتها يلعبوا تنس طاوله، يلعبوا الناس تكور في العطله وما يلعبوا كرة الطاوله تنس الطاوله. بلقيس في العائله ولا كيفاش صارت معناتها انك الغرام كيما نقولوا احنا طفله صغيره تتغرم بالكرة الطاوله؟ انا اول واحدة في العائله جربت نلعب تنس طاوله، حبيت نشوف سبور يعني هكا ما فيهوش تشودير ولا يعني عادي سبور فيه روح رياضيه ديجا ما فماش عنف، ما فيش عنف هنا اخترت كره الطاوله ديجا ما فماش برشا سبور اخترت تنس الطاوله، دخلت يا اخي عجبني كملت واليوم عندك معناتها مشاركات كبيره وهذه حاجه تفرح برشا. الطموح بلقيس شنو تطمح نهار اخر مثلا كمل في كره كره الطاوله ميداليات شنو تطمح بالضبط؟ نطمح نلعب في بطولات، نعمل نتيجة باهية ونحسن مستواي. تخي بيها أهلي لعبة عالمية كبيرة، لعبة عالمية كبيرة، مستقبل كبير سيك دارة معناتها نشوفوا فيه قدامنا ديجا، معناتها نجموا نشوفوا آلاء وبلقيس الناس اللي يسمعوا فينا ويشوفوا الفيديو هذايا معناتها 10 سنين القدام نجموا يكونوا مثلا متربين على عرش كرة الطاولة. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله، أنا نقول معناتها كما قلت أنت بعد 10 سنين نعاودوا نستدعوهم الناس هذوما يكونوا متوجين ببطولات كبيرة برشا، الحقيقة معناتها مستقبل عنده مستقبل في الرياضة. الحاجة الباهية زادة تريز امبورتونت أنو زوز بنيات هذوما معناتها 17 معدل معناتها متميزين في القراية ومتميزين زادة في قرايتهم والرياضة نتاعهم معناتها هذه حاجة تفرح ما تعرف معناتها ميم سي لو نيفو يلزمو معناتها نيفو كبير برشا بيان سور، يلزمك نيفو معناتها ثقافة وقراية وكل شيء معناتها يلزم يكون. وهي كرة الطاولة معناتها تنس الطاولة معناتها تعلم برشا حاجات معناتها أنت كمدرب اليوم حتى في الشخصية نتاعهم في تعاملهم في برشا حاجات تنجم تعلم معناتها حتى الأولياء ينجموا يتشجعوا معناتها باش صغارهم يكونوا في تنس الطاولة. كسبور سبور معناتها ينجم يكون سبور دو فامي، سبور معناتها نظيف يتلعب في كادر معناتها في صالة لونتوراج نتاعو جينيرالمون معناتها الحقيقة معناتها سبور نجم نقول أنا معناتها سيبلي نظيف معناتها نشجع الناس الكل والأولياء معناتها باش يشجعوا ولادهم باش يلعبوا تنس طاولة. اليوم معناتها بالاستراتيجي اللي محطوطين معناتها الجامعة ومعناتها والخطة اللي موجودة معناتها في نشر اللعبة هذه اليوم قاعدين نشوفوا معناتها في أبطال والإكزامبل هاو قدامنا معناتها ناس نجباء في الدراسة ومتوجين في الرياضه حاجه تفرح برشا معناتها واكيد معناتها لونكادرومون لونتوراج معناتها عنده زاده لهنا زاده جزء أكيد من النجاح هذا اكيد معناتها لونتوراج لو انتوراج تو نحن براتيكمون في ليكيب ناسيونال وهاني نشوف معناتها لونتوراج ديما يكون تشوف العائله وتشوف لي زونتونور نتاعهم معناتها الناس الكل تاثر والناس الكل تعبه ويعطيهم الصحة. واضح. قبل ما نختم معك سي قدارة ألا معناتها ماتش صعيب لعبته ولا حسيت اللي فما ماتش نتاع انتصار كبير برشا ما نعرفش كان هكا في الميموار نتاعك معناتها أحسن لحظة صارت في الانتصار نتاع ألا؟ والله ألا الحقيقة معناتها بالنسبة لي أنا أحسن
انتصار صار هو في التورنوا تاع المجر الفينال اللي لعبناه، معناتها لعبنا قدام لعبة ممتازة جدا جدا معناتها في الفئة ذيك في العمار، وفرحت ياسر كي هزت التورنوا وربحت، معناتها ربحت معناتها افيك كاركتير ومانير، معناتها عديت التورنوا ربحت الناس كل 3-0، معناتها هذا هو الحاجة اللي مش سهلة راهو 3-0 في البيك بونغ في التنس وتابر مع ناس معناتها كيما نقولوا با ما نحبش نقول ناس عندها ياسر تقاليد، نجم نكونوا اليوم معناتها وان شاء الله نوصلوا للمرحله هذيك انه تونس تولي عندها تقاليد معناتها في التنس طاوله على المستوى العالمي. العالمي بلقيس انا هو احسن ماتش او احسن انتصار تتذكره؟ بلقيس معناتها فرحنا برشا بالميداليه الذهبيه تاع افريقيا اليوم، على خاطر معناتها ممكن تو قعدنا نحكيو على التورنوا، ممكن معناتها النيفو افريكان في التنس تابل قوي برشا، ومعناتها بوجود نيجيريين وبوجود مصر، فهمت نجم نقول لك اليوم معناتها الاولى في العالم في الموان 15 والموان 19 هي مصريه، فهمت واليوم معناتها موجوده في تونس بحذنا في هذه حاجه تفرحها برشا. معناتها اليوم اللي قلت لك معناتها نحن الاستراتيجيه الاولانيه اللي حطيناها انه معناتها نكونوا بيان بلاسي في العرب وفي الافريق مع لي تورنوا والسياسه اللي خذتها الجامع بالتنظيم تاع لي تورنوا هذوما اللي هما حاجات معناتها ماهم ساهلين باش ناخذوا. معناتها تونس اليوم عندها دو تورنوا في ليجون وعندها دو تورنوا في سينيور، وهذايا واخذينا معناتها احسن جامعه ناشطه مع الاتحاد الدولي، وهذه حاجه تفرح برشا. يطول الحديث الحقيقه على كره الطاوله، ان شاء الله حتى في مواعيد اخرى نعاود نعطيو حق التنس الطاوله. خلينا نخلي كلمه الختام سيكدار. اليوم نشكركم انتم على اللحات هذه والاستضافه هذه، يعطيكم الصحه. نشكر معناتها المكتب الجامعي الكل، تحيه للمدربين تاع النوادي معناتها الحقيقه زاده قاعدين يخدموا مش مقصرين في مع الوليدات، وان شاء الله هذه حاجه معناتها تكون في صالح كره الطاوله. ان شاء الله نشوفوا تتويجات ان شاء الله كما رينا انس جابر في التنس على الشلال، ما نشوفوش الاء وبلقيس في كره الطاوله وكل الصغيرات الكل اللي قاعدين معناتها يمارسوا في الرياضه هذه في تنس الطاوله. نعطيكم موعد مع اخبار 5:30 وراجعين معكم في بقيه فقراتنا حتى 8:00.